انا يعني سي عبد الدين وسي شفان طلبوا مني باش نحضر المناسبه ديال 23 ابريل. حقيقه تفاجات نظرا لانه انا حبست من الكره يعني تقريبا كدا 40 سنه، يعني انا نسيت هذه المسائل هذه نسيتها، الا كان داك التكريم ديال الجامعه اللي كانت درتها في الصخيرات. حقيقه هذيك اللي كانت زرعت فينا شويه الروح، وهادو كملوها اليوم يعني حنا زادوا عاوتاني عانونا الى اخره. وحقيقه يعني كنشكرهم وكنشكر كل اي واحد فكر فيا وعرفني انه حنايا من دوك الناس القدام اللي ما شيئا ما نسينا، ولكن الحمد لله كاينين الناس اللي باقيين كيعترفوا بنا، كاينين الناس اللي باقيين كيقدروا ذوك العطاء اللي عطينا في ايامنا، لانه كنا كنلعبوا مع الفريق الوطني، كنا كنلعبوا يعني دفاع على الرايه ودفاع على الوطن، لان ما كانش عندنا الفكره ديال الماديين او لا شيء. ودابا الحمد لله يعني انا فرحان وغادي ناشط وكنشكرهم على هذا الفيفا. يعني احنا عشنا في عهد ودابا هذا عهد اخر، هذا جيل اخر. مع الاسف احنا كنا بكري لما كان الناس كيقولوا لنا يعني كنصحونا وهذا كنا كنديروا بنصيحتهم. مع هذا الجيل واخا تنصحوا تجيب له الله راه هو كيعرف احسن منك انت. كنعتقد انه واخا تنصح حتى تعيا يمكن ما نحكوش النتيجه، لانه لا يعقل انه مثلا الاغلبيه ديال اللاعبين ديال الفريق الوطني جايين من 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 برا. بحال دابا كتشوف النادي القنطري، عيب على النادي القنطري، مدينه قدها قداش، اقليم قدو قداش، ما فيهاش قنطري. يعني عيب، يعني باش ما كاينش النصائح، كاين اللي كينصح ولكنه هما مع الاسف الشديد ما كيعترفوش، ولا يعني كيجيبوا عارفين اكثر من ذوك الناس المسؤولين الاخرين. حنا كان اي كلمه ولا اي تعليمات كنطبقوها. كما تكون حنا ماشي شغلنا، حنا المدرب قال لنا ديروا هذا كنديروا هذا. هذا الجيل في هذا الوقت ما خدامش مع الاسف الشديد.